Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée. قلتلك نهضر معكم كنشوف لي المهم انا راني في الشرجم كاينه واحد رينغ لايت طبيعيه اليوم جي بريفير ني با ماكيي ودرت هاد الروج لي بحمر باش يعطي واحد ليكلال للمون فيزاج سينون سي تو ان سو ريتروف فلاشينغ ديالي باش ندير واحد لا فيديو اللي كتعجبكم بزاف هي واحد لا فيديو اللي كيديروها بزاف ديال اليوتيوبرز وكتعجبكم دونك جي دي فازي سارة تقدري تعطيهم افكار جديده تقدري تزيدي لهم شي حاجه في لو جونغ لو مود دو في ديالهم سا باغ كيمشيو ليا الكلمات المهم معليناش غنديرو تور في الحمام ديالي نوريكم لي برودوي اللي كنستعمل وحتى الطريقه باش كن كنجمع ونغمض لكم شي الا عجبتكم القناه ديالي وعجبكم المحتوى ديالها الزوين خليو ليا ابوني يعني تابونا حيت تكون الفيديو متاش بدا ندير واحد لي لايك فوالا تا هو لا سال دو بان حشاكم كاملين دخلتكم ليه هذا سي بلوس با كو سال دو بان عندي سال دو بان وحده اخرى ولكن هذا فريمون اللي بغى يحك وي سخونه واللي بغى يحك وي فريمون حمام فريمون حمام مهم اول حاجه غادي نبداو بها هي الكوان رونجمون اللي كنجمع فيه المهم هذا اللي عندي انا كنجمع فيه انتما كتشوفني انايا هذا هو انا الكوان اللي كنجمع فيه فريمون كلشي غنحلو باش نوري لكم اول حاجه كاين هذا الكوان هذا الكوان هذا داير فريمون انا كيبان ليا مرتب انتما ما عرفتش كي غيبان لكم انا جو بونس كاني رتبته مزيان مي فو فوار لي سميتو الكومونتير ديالكم غنعرف واش مجموع ولا مجموعش المهم جي ان كوان فريمون فارماسي تو سكي ميديكامون تو سكي دوا و فارماسي داكشي لي غنحتاجو لي اونتي دولور لي بوماد هادشي ديال لا روم و ديال لي زانجين و داكشي المهم داكشي لي خصو يكون في الدار ميزان الحرارة المهم فريمون لا فارماسي غتكون في دار اي واحد هنايا عاوتاني دايره هاد لي كومباكت ما عرفتش كيسميوهم لا تضرب شي حد زرق ليه رجلي الله يستر ولا شي وحده ما عرفتش دارها شي قنت كتدخلي الثلاجه كيبردوا وكتبردي بهم انا كنت شريتهم باش حيت الضاد العقل وبقاو عندي ويغي بقاو ديما مهمين يعني داكشي اش خليتهم لي فاسمون هكايا لي فاسمون لي بونسمون لي فاسمات و شنو سميتهم هذا لي كوتون تيج لي كوتون ديسك اي بي هنا يدير ان كون فريمون ستوك شميعات معنا كان فيما كنبغي ندوش كندير شميعات وداكشي فريمون الواحد يعطي الوقت لراسو يتغول هكسا الكيوس اللي جايبه من المغرب باقي ما مستعملينش فوالا لو دوزيام كوان لي هو فريمون برودويات ديالي تو سكي سكين كير تو سكي فوالا داكشي ديالي ديال الحمام وداكشي المهم باش نشارك معكم لي برودوي اللي كنستعمل اون فو بروندر بيان لو طون في هاد لا بارتي هادي حتى هي اللي فيها كاع داكشي اللي كنستعمل لوجهي واليديا وبزاف الحوايج المهم اول حاجه غنبداو بها هو هاد لو ماسك جلي ديجا بارطاجي افيك فو غلام غلو غنيه عن التعبير كنلقاوها في سيفورا تي كريم اللي تحيد الحبوب و ميم طون كتعطي واحد ليكلا للوجه زوين يعني لو غلو زوينه بزاف خديتها كاين فيها الصغير بحال هذا وانا خديت الكبير هاد الكبير داير جو بونشي 700 درهم والصغير داير شي 300 وشي حاجه ما عقلتش صراحه باغي هاد لو ماسك هذا تيحيد لي بوا نوار تا هو كيحيد الحبوب زوين بزاف تا هو كيعطي ليكلا وزاد الحوايج خديتو تا هو من سيفورا هذا لو كريم دو نوي ديال clear improvement زبيون تاهو هذا زوين فيه واحد ريحه غزاله اي بي انا هاد الايام كنستعمل فريمون هاد لا هاد لا غام ديال فيلغورا ديال الكونتور دي سيو وديال كريم هيدراتونت سي ان غام كي كوست فريمون ان بو شير صراحه انا جربتها سي لا دوزيام فوا زعما اللي كنجربها je trouve pas la différence entre elle ou les crèmes les rasaines ou les crèmes les à 110 grammes ou la 10 euros ma quand même pas je le sais pas le فرق غير كيقولوا لك كيقولوا بلي هادي الفرق انا نقول لكم شنو هو هادي كتدخل في لابو يعني كديرها كتنشف سيغ بلاص وهادي كيبقى شويه في الوجه يعني
شنو كيقول لك هما بلي ان هاد بلي هادي كتدخل في لابو يعني كتغطي بلوس كاين اوتر كاينه هادي ديال لي غاك حتى هي زوينه ديال لي تور الكونتور دي زيو وكاينه حتى هادي ديال الكونتور دي زيو اللي كنستعمل حتى هي صراحه زوينه بزاف كتغطي دون مانيير واعره ديال بصح صراحه ولي كريم ايدراتون ديال لاغ شوزي شكون ما كيعرفهاش عطاتها ليا الديرماتولوج وباقا الصراحه ما نبدلش لاغ شوزي ضروري بيني فات ملي نخرجوا من الحمام نحمروا الفيم داكشي وصافي كاينين لي دو كريم ديال اليدين هاد الكريم هادي ديال الانتي اج كانت عطاتها ليا الطبيبه صراحه انا ما خديتهاش ديال الناس اللي مثلا كيبقاو وفيت كي تغطي وجههم كيولي الوجه ناشف هذه كتخليش دوك التجاعيد وداكشي هذه واحد لا كريم خديتها ملي كنت مسافره ديال الى ضربات كليموستيك ولا هذه سي اون كريم جونغ كتحيد ديك الدر ديال هذا حيت كتبقى تحك هذه كتابيزي الكلابو صافي وهنا كتلقاو هاد الموارد بيان سور في اي بلاصه كنديه معايا وكنشري شري قرعه كبيره وكنعمرها في هذه هادي واحد لاكريم جاتني من ديال الشيا جاتني من تايلاند قال لك كتبيضو هي كتقشر البشره وداكشي صافي هذا هو فريمون لي كريم اللي كنستعمل حاليا لوجهي يعني كنستعمل هادو بالصباح هادي بالليل وهادي كنستعملها ملي كنخرج من الحمام وهادو كنالتيرني بيناتهم كاملين بثلاثه هادي خلاص رقيبه تسالي غنالتيرني ما بين هاد الجوج تيساليو وكنظن غنشري هادي هي رخيصه فيهم هي اللي كتعجبني فيهم وما عرفتش فوالا هنايا ا بو بري ستوك كاين هذا القماش اللي كنت ديجا درت لكم ليه واحد لا فيديو زوين بزاف هذا واعر واعر فوالا لو هذا الجيل ادرو الكوليك في ماشي نلقاه بيان سور الجيل انتيم هذا لا روش بوزاي نمبر 1 ما عمرني نبدلو الصراحه فوالا هذا السبراي راه كنت ديجا وريتها لكم وهذه غير الكريم ديال جونتر كونتر سوليل داكشي كتحمي الوجه صافي وهادي صراحه كنديرها كنغسلش بها وجهي يوميا كنغسل بها وجهي ملي كنكون فريمون باغا نحكو مزيان وفريمون باغا ندير سوا فيزاج ولا هادي هاد نيفيا كنت كنديرها ملي كنت في المغرب كنت كنديرها لوجهي ولكن ملي قريت لي زانغريديون ديالها عرفت فيها السيليكون كنتش كنديرها صافي هنايا كاينه لي كريم ديال ليبيلاسيون دي بتيت ماسك وهادو فريمون هاد البلاصه هادي كلها ديال السفر جوج هاد القرعات كنعمرهم كاع لي برودوي لي باغا كنديهم صغاري باش ما نديش معايا هادو كبارين هكايا صافي هذا ديسولفون او كنكونو سالينا هاد لو كوتي هذا فريمون ميك اب ماشي ميك اب سكين كير اسا المهم هذا فريمون هادو شي كنستعمل بور لو مومون الا بدلت شي حاجه غنعطيكم رايي فيها وندير لكم شي فيديو ديال هاد لي دو هادو ونصح لكم مزيان لي تيوتي ديالهم صافي دابا سالينا من هاد لو كوان هذا وغندوزو نشوفو كوان واحد اخر لي اسمع قلت لكم شحال البلاصه هادي كنخلي هادي مخاويه بيان سور ديما كنضاف ديما هذا اللي كان تنحي ديال كنشجرات سين ضروري تنضف يوميا سينو راه يولي حالته خليت هادو هكا ديال الخشب اللي من تحت فيهم الميكا باش حتى الى تقاسوا بالماء ما كيخسرش الخشب هادو من ايكيا وحتى هادي من ايكيا زوينين هاد لاصابينات هادي ديال اللوز زوينه بزاف صراحه دابا صافي غندوزو لو كوان تاني هو الرونجمون ديال الفوطه تا هو كتشوفوا جبتو من ايكيا ما غاليش بزاف كنظن كيدا شي 35 اورو 150 درهم يمكن مونديتو انا تبارك الله عليا صافي غندوزو لهذا البلاصه ديال الحمام هنا كنستعمل هاد الديرم هذا ديال سكين كير ديال هاد لا مارك هادي زوين بزاف صراحه بوغ لانستو كنستعمل هاد الشامبوان هذا راه غني على التعريف وهادو هادو معروفين بلا ما نزيد لكم عليهم حتى كلا صافي هذا بودي لوشن لي صابونات وكيجي بحال هكا تيلمون كيعجبني كيجي فريمون مستف و
كيعطي شكل زوين وسورتو الخشب كيجي مع الماركه زوين. المهم اللي بغات شي افكار ديال الحمام الماركه كيجي مع الخشب وحاولي دابا ما تكثريش. انا دابا كان بامكاني ان ديك البلاصه ندير مجرب كيما يجيش زوين ما غاديش غاجي تما جالس ما يجيش زوين جالس صافي. بيان سور الحنه ضروري جيبها من المغرب داكاها على يدي يعني شايفه كي دك فيها. هنايا عندي نوريكم هادو لي صابونات صابون البلديه ديالنا. هذا باش هذا بالاعشاب هذا زوين. هذه النيله خديتها من عند واحد الشركه كنت غنتيستي لي برودوي ديالهم زويونه حتى هي. هذا الصابون الاخر الكحل حتى هو بالنيله يمكن هذا بالنيله النيله الصحراويه. وهذا الماسك ديال لارجيل كنستعملو ديما طبيعي زبيون كيبا والغسول من لا يعرف الغسول. المهم هادو دي برودوي فريمون بيو ناتشوريل ديال البلاد يعني ما تخافيش منهم. وشنو شريت السال دو بان شريت ليها هاد الرونجمون هاكا صراحة كانت شوية غالية خديتها من ميزون دو موند كاينة غير هنايا مبعيداش. خديت هادي بحال هكا حطيتها في لاصال دو بان وكرد بال ما نقشهاش بالماء ومن بزاف د الحوايج حيت ما غاتجي لا كولور ديالها. سينو بوغ ليزيدي ديال الديكور هادي جات زوينه تري ديسكري ورخيصه ما عقلتش حقيتها شي 9 اورو ولا شي حاجه هكا. صافي ديما كندير فيها الند باش كن تنقولوا نبخر وما كنبخرش بالند ما كنديروا فيه حد الند وصافي. المهم هنا كاين فيه مرايه كبيره مرايه كبيره نقدر تمسح وصعيبه في باش اونتروتني الحمام صدر كنبغي نهضر كنهضر بالزربه خاصك ضروري تمسحيها ويوميا تهلاي. هذه الشميعه زدتها هنايا ضروري زوينه عجبتني درتها غير وحيده بغيت ندير ثلاثه صنعوا داكشي طخو شارجي كنجي الوسط هكذايا. هذه البلاصه اللي كنحط فيها كنشف فيها الفوطات ديما كنخلي فيطا وحده تنشف مزيان كنزيد هذاك ونسخن مزيان وتنشف الفوطات ما كنبغيش نحطهم كاملين فازين حيت كتعطي ريحه الريحه ديال الفوطات ديما فوطه جوج المرات صابني حيديه مابقيتش نشفي بزاف كيولي لا دوش ريحتو صافي. وكاينه هادي فين كنجمع لوسخ وداكشي فريمون زوينه حتى هي حتى من ايكيا وجات مع الموبل ديال تما جات معاها حتى هي في الخشيه زوينه. وفيها هذا البيض هذا اللي كيتبدل انا كنخويها كل نهار ما كنخليهاش تعمر وكنصبنو كل مره في السيمانه حتى هو كيشد الريحه صافي. المهم انا سيري لكم التغطيه الصال دو بان ديالي لا نعجبكم الفيديو خيروا لي كومونتير ديالكم عندكم اسئله خيروا لي كومونتير ديالكم. هذا هو الصال دو بان هو هذا كامل يعني ضروري التنظيم والتنظيف ضروري 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 صافي. وهاد البيت هاد لابوبي صراحه ما عرفتش كدير انا ما جايش مع الشكل كاع خصني نبدلها صافي دابا نبدلها. ايوا الشري جبت تما صغيور تنحلو طون 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 تنحلو شي بزاف ولا فالو. كنتمنى الفيديو تنال اعجابكم كنتمنى تكون عجبتكم. الى عجبتكم الفيديو ما تنساوش تخليو ليا جيم ولا عجبتكم القناه ابوناو فيها. انا غادي نحبس الفيديو هنايا ونقول لكم حتى الفيديو الجاي بيزو.